المثابرة والمرأة المجدة. طبعا المرأة تبذل الجهد إلى جانب شقيقها الرجل، ولكن قد تشاء الحياة أن تتابع الدرب لوحدها وأن تتحمل عناء الأسرة لوحدها. تشاء الأقدار أن تختطف منا في لحظة وفي لمح البصر شريك الحياة، فتضطر المرأة كما قلت أن تتحمل عبء تربية أبنائها لوحدها. السيدة كريمة جمال ارتأت لهذا العام، لهذا الموسم الدراسي 23-24، أن تكرم وتقف لحظة عرفان وإجلال للمرأة الأرملة التي تتولى بمفردها تربية أبنائها. وأنا كنعلن من هذا المنبر أن هاد الأمهات كلهم غيستافدوا من المجانية ديال التعليم. أنا كنا دايرين هاديك السيوم مجانية للناس كلهم. السلام عليكم جميعا، وشرفتوني اليوم جد سعيدة والله العظيم بهذا العرس. تبارك الله على هاد الأمهات وهاد الحضور اللي شرفوني اليوم وجاو عندنا اللي تقاسموا معنا هاد الفرحة، وما شاء الله على جميع الأمهات. صراحة أنا جد سعيدة بهذا العيد لأن جمعنا، لأن العام كله حنا جامعين غير الهم ديال الوليدات والدراسة والتعلمات. اليوم جمعتنا فرحة كبيرة ديال أننا كما كنتقاسموا الهم غنتقاسموا الفرح. ومرحبا بكم جميعا في مؤسستكم، مرحبا بي عندكم، تبارك الله عليكم شرفتوني. كل عام والمرأة متألقة ومزيد من العطاء، وما شاء الله المرأة في المغرب غدا من الأحسن، من الحسن للأحسن. كنتمنى لها دائما مسيرة موفقة ودائما تكون في الأمجاد إن شاء الله. لا لا، اختي عندنا الرجل المغربي، احنا والرجل متكاملين، احنا كما وعدنا اليوم راه عيدو حتى هو، لأننا عيدنا راه وعيدو، أكيد احنا متكاملين. السلام عليكم جميعا. الأستاذة فاطمة زهراء خلوقي، مديرة تربوية مجموعة مدارس أمجاد الفكر. اليوم العالمي للمرأة اللي هو 8 مارس هو يوم الاحتفال، هو يوم الاعتراف بمجهودات المرأة المغربية خصوصا وكذلك في العالم، وتنفيذا للرؤية الاستراتيجية والتربوية لمجموعة مدارس أمجاد الفكر، فإنه تم الاحتفال بجميع الأمهات في هذا اليوم البهيج الذي كان في جو من الفرح والسرور والسعادة، واعتراف شيئا ما للأمهات بالمجهودات التي تبذل مع أبنائهم كذلك. وكذلك هو يوم يعترف فيه الرجل ربما بمجهود المرأة، حيث قامت المؤسسة كذلك في هذه الجهة بمجهود جبار من خلال تكريم أمهات أرامل وكذلك تكريم الأطر التربوية والإدارية بهذا المجهود، لأنه في حقيقة الأمر هو ليس فقط يوم بل هي أيام السنة كاملة يجب أن تكرم فيها المرأة على جميع المجهودات التي تبذلها، سواء فيما هو صغير في حياتنا أو فيما هو كبير. حقيقة الأمر أنا لا أجد كلمات تعبر عن مدى شعوري لأنه تم تكريمي، ولأنه فقط ربما قد يكون الأمر صعب علي أن أتحدث فيه، لأنه صراحة كانت مفاجأة كبيرة لي بزاف، لأنه ما كنتش متوقع هذا التكريم صراحة. وكنشكر جزيل الشكر الأستاذة كريمة جمال، لأنه هي المؤثرة، هي المواكبة، هي المدرسة، هي الأستاذة، هي المؤسسة كذلك، وهي اللي تعلمنا منها الكثير. نحن فقط تلاميذ الأستاذة كريمة، لأنه هي الأم حنون، وهي الرئيسة العطوف، وهي المتفهمة للصغير والكبير. فعلا الأستاذة كريمة عطاؤها كبير، ونحن وكذلك مؤسستنا لولاها لما كنا، ولولاها كذلك لما كانت هناك مؤسسة اسمها أنجاد الفكر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.